اللبنانيون ينتظرون على أبواب المستشفيات المتخمة بالمرضى. 119 مستشفى خاصة تحوي 9600 سرير لم تعد قادرة على الاستيعاب، والأخطر من ذلك وجود 1500 سرير فقط في أقسام العناية الفائقة في كل لبنان، غير قادرة أيضا على تلبية الحالات الطارئة. فنسبة دخول المستشفيات زادت بين 20 إلى 25%، إذا ارتفع العدد سنويا من 700 ألف حالة إلى 880 ألف حالة، والزيادة هي أيضا 20 إلى 25% في عدد المصابين بالالتهابات والحساسيات الجلدية وانسداد القصبات الهوائية. أما السبب فمعروف، إنه التدهور البيئي الذي تضاعفت خطورته مع أزمة النفايات المستفحلة منذ أكثر من 7 أشهر. لقط فيروس من الجريب ورحنا على الأوبيتال على الإرجانس، عملوا لي تريتمان وأخذوا لي فحص دم، وصرنا ناطرين تلاقي أوضة. بقينا من عبكرة لعشية الأوبيتال كان مليان، ما لقينا أبدا محلات، اضطرينا نجيب تريتمان وجيت على البيت. أوقات بيكون في حاجة لدخول المريض إلى عناية الفائقة، ما بيكون متواجد سرير شاغر، عم بيبقوا بالطوارئ أكثر من ساعات، عم بيبقوا أوقات أيام نهار ونهارين بالطوارئ بانتظار شهور سرير في العناية الفائقة. هذه تندر بمشاكل صحية كبيرة. المستشفيات لم تبادر إلى زيادة عدد الأسرة خلال السنوات الخمس الماضية، فالطواقم التمريضية غير متوافرة ولا قدرة مالية لتوسعة الأقسام، بعدما خربت مستحقات المستشفيات الخاصة لدى الدولة المليار دولار، وهناك مستحقات تعود إلى العام 2000 لم تسدد بعد، على رغم صدور قانون في مجلس النواب لتسديدها. ما في حوافز للاستثمار بهالقطاع لدى المستثمرين أو القادرين على الاستثمار. أولا في صعوبات مادية كبيرة، ثانيا في على طول خط تهجم على المستشفيات، هيدا كله خلق مناخ صار فيه هروب من الاستثمار بالمستشفيات، وبالتالي بدل ما يزيدوا عدد الأسرة مثل ما شفنا عم تنقص عدد الأسرة، وعم بيزيد الطلب بنفس الوقت، وصلنا على أشبه بعنق الزجاجة. لا حلول لهذا الواقع المأساوي حتى الآن، ووضع المستشفيات يتجه من سيء إلى أسوأ. فهل الحكومة العاجزة قادرة على إخراج المستشفيات من غرفة العناية الفائقة؟